والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه ما نفك. من المعالم المهمة في مركز الملك عبد العزيز التاريخي مسجد الملك عبد العزيز اللي تزامن البناء بناءه مع بناء قصر المربع. عند العامة من الناس يسمونه مسجد الملك فيصل، وهو الحقيقة أنه مسجد الملك عبد العزيز. ليش سموه مسجد الملك فيصل؟ لأنه الملك فيصل كل جمعة كان يصلي فيه، على هذا الأساس صاروا الناس يسمونه مسجد الملك فيصل. وإلى الخراصون الذين هم في قمرة سأمون يشهدون أيام يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز رحمة الله عليه الشيخ محمد بن قعود عضو هيئة كبار العلماء هو إمام المسجد. طبعا المسجد هذا صلي على الملك فيصل فيه من قبل الملوك ورؤساء الدول والوزراء اللي جوا للمملكة لتقديم واجب العزاء، ثم حمل الجثمان إلى مصلى العيد صلي عليه من قبل المواطنين والمقيمين رحمة الله عليهم جميعا. إن المتقين في جنات وعيون.